السلام عليكم، اش اخباركم البنات؟ كلشي بخير؟ اليوم ان شاء الله غنصوم معكم مع واحد الشهيوه ديال فيتناميه فيها داكشي ديال البحر ولي شامبينيون على الاشكال. غدا نعلقكم ببركه الله. بسم الله. كنحتاجو اول حاجه هادو، غنفسر لي غنفزقهم في الماء باش غيرجعوا بحال هكا. ها همايا، هذا ليزالك وهذا الشامبينيون فرونسي، وهذا تما ليزالك اون شينوا. عندنا الدجاج، وعندنا معلقه ديال الزنجلان مسحوق ومرقد في الزيت ديالو. وكنحتاجو بصله وحده، شويه السوجا ديال لي زويتر، وهنا شويه المكور، شويه الفلفله حمراء، وشويه ديال الفلفله خضراء. كنحتاجو الملحه، وحبه ديال داما، والابزار، والسوجا عادية. عندنا هاد المويين تما غنرقدوهم في الماء الدافي. وخليكم معايا، هادو غنديرو عليهم الماء طايب، غنفزقوهم واحد شوية ونخليوهم نقطعو شويش. دابا غنبداو نديرو الدجاج هو الاول. نشحروا الدجاج مزيان، نزيدوا عليه البصله، نزيدوا المكور والفلفله تقريبا دقة دقة. الفلفلة في كونجيلاتور القراصة، نزيدو هاد الشامبينيون ها هو قطعناه، فزقناه وقطعناه، نزيدو ليزالك تاع الما، عاود هاد ليزالك لخرين، نخلطو الكل مزيان. دابا غنغطيو ونخليهم حتى يطيبوا شويه. دابا غنزيدو هاد ضامه البنه، نزيدو هاد المعلقه ديال الزنجلان وشويه ديال الزيت ديال الزنجلان. ندير الملح غير على حسب الذوق، لان غنزيد الملح ديال السوجا، نديرو ليه بزار، ونخلطو الكل. نمشيو نصفيو الشعريه،
هيا هاد لانويي نغطيوها دابا ونخليوها مصفوش. نخليوها تشرب لي قيمة مزيان، ندخلو الشعرية كلها تدخل في هاد الحشوة، هاد الحشوة تهضم. كنزيدو هاد لاصوص ديال لي زويخ، نزيدو الصوجا غير شوية باش مديش مالحة، زيادة مالحة. صافي حنا وجدنا كلشي، خليوها ترتاح تشرب شوية، الشرب المريقة كاينة. دابا نغطيو عليها ونخليوها ترتاح تشرب شوية لاصوص. دابا حنا غادي نحطو نصب هاد الشي اللي وجد. فوالا زيدو عليها هاد لاصوص من الفوق، وغنكونو كتافينا بهاد القدر. تبارك الله عليكم والله يحفظكم وبالصحة والعافية. جديدة البنات، باي.